الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتوجيه ضربات عنيفة للغاية على جماعة الحوثي في اليمن في الساعتين الأولى من صباح هذا اليوم. تفاصيل هذا الهجوم تحدثت عنه بشكل كامل القيادة المركزية الأمريكية Voice of America، بالإضافة إلى مراسلة CBS نيوز الأمريكية نورا أودانل. والعملية تم تنفيذها من قبل حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور. الذي جرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية لاحظت بأن جماعة الحوثي في اليمن قامت بنصب 10 طائرات مسيرة مفخخة باتجاه البحر الأحمر من أجل استهداف طبعا خطوط الشحن في البحر الأحمر أو حتى المدمرات المنتشرة في هذه المنطقة. وكذلك رصدوا أيضا بأن هنالك محطة تحكم أرضية بالطائرات المسيرة الإيرانية الصنع من قبل جماعة الحوثي موجودة في داخل اليمن، أيضا هي كانت تدير هذه العملية وتدير عمليات إطلاق الطائرات المسيرة بشكل عام. ووجدوا بأن هنالك تهديدا خطيرا قادما من هذه الطائرات المسيرة، وعلى هذا الأساس جاءت حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور لتتدخل بسرعة في الساعة 1:30 من صباح هذا اليوم بتوقيت صنعاء، وتنطلق منها طائرات F-18 سوبر هورنت الأمريكية لتوجه ضربات عنيفة وتدميرية أدت طبعا إلى تدمير هذه المحطة الأرضية الخاصة بالطائرات المسيرة. وكذلك ضربت جميع الطائرات المسيرة 10 طائرات مسيرة مفخخة تم تدميرها بالكامل بسبب هذه الضربات. وكذلك قاموا باستهداف صاروخ أرض جو خاص بجماعة الحوثي في اليمن، وتمكنوا أيضا من تدمير هذا الصاروخ بشكل مباشر. والأوساط في الداخل اليمني تحدثت بأن أصوات الانفجارات قد سمعت في صعدة وكذلك في محافظة الحديدة التي تتعرض إلى الكثير من هذه الهجمات التي بدأنا نراها بشكل تصعيدي في الفترة الأخيرة. هذا الهجوم لم يأتي من فراغ أبدا، بل هو جاء بعد ساعات من استهداف من قبل جماعة الحوثي لسفينة أمريكية، سفينة شحن أمريكية، ألا وهي السفينة كول. تحدث بشكل واضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع عن استهداف هذه السفينة بصاروخ باليستي مضاد للسفن قام باستهداف هذه السفينة. وبحسب تصريحاته قال بأن هنالك إصابة مباشرة لهذه السفينة الأمريكية، لكن القيادة المركزية الأمريكية ببيانها أوضحت بأن لم يكن هنالك أي استهداف من هذا القبيل، على العكس بل إنهم قالوا بأن USS كارني المدمرة الأمريكية المنتشرة في خليج عدن بالقرب من هذه السفينة الأمريكية تمكنت من التصدي لهذا الصاروخ ودمرته بالكامل. وكذلك هي تحدثت عن مسألة مثيرة للغاية، هي أن كان هنالك اشتباكا بينها وبين 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق تواجد جماعة الحوثي، هاجمت هذه المدمرة الأمريكية وتمكنت أيضا من تدميرها بحسب البيان الصادر من القيادة المركزية الأمريكية. وإذا ما أخذنا البيانين، البيان القادم من جماعة الحوثي ومن القيادة المركزية، سنلاحظ بأن جماعة الحوثي هنا قاموا بهجوم مثير للغاية بأنهم استخدموا الطائرات المسيرة 3 لمشاغلة المدمرة الأمريكية، وذلك من أجل تحقيق استهداف مباشر على سفينة الشحن الأمريكية هنا. ولكن بحسب التصريحات الأمريكية قالوا أنهم تمكنوا من تدمير جميع هذه الطائرات المسيرة وحتى هذا الصاروخ، وهنالك نفي لأي إصابة لأي سفينة كانت، إن كانت في خليج عدن أو إن كانت حتى في البحر الأحمر. ولكن الهجوم هنا على مدمرة USS كارني وكذلك السفينة الأمريكية وأيضا جاء بعد هجوم خطير للغاية باتجاه مدمرة أخرى متواجدة هنا في البحر الأحمر، ألا وهي USS Gravely. تمت مهاجمتها بصاروخ واحد فقط، صاروخ كروز مضاد للسفن. تمكنت هذه المدمرة من تدمير هذا الصاروخ. لماذا هو خطير؟ لأنه كان قريبا للغاية وهو كان الأقرب على الأطلاق لاستهداف هذه المدمرة بشكل مباشر. والأنباء اليوم من الأوساط الأمريكية مثل CNN الأمريكية على سبيل المثال هي تحدثت عن خطورة هذا الهجوم على USS Gravely، فهي أكدت بأن هذه المنظومة الدفاعية التي ترونها أمامكم وهي فيلنكس CIWS، هذه المنظومة تشبه تماما السيرام ولكنها أكثر فاعلية من السيرام على مستوى الإطلاقات وغيرها، هي التي استخدمتها المدمرة في عملية التصدي لهذا الصاروخ المضاد للسفن أو صاروخ الكروز تحديدا. ولماذا هذا الأمر خطير؟
فطبيعة كل مدمرة مثل USS Gravely على سبيل المثال هنالك طبقات دفاعية متعددة بحسب المنظومات الدفاعية الخاصة بها وبحسب التهديد القادم إن كان صاروخا أو طائرة مسيرة، ما مسافة هذا الصاروخ، ما مسافة هذه الطائرة المسيرة، وكم عدد الصواريخ أو الطائرات المسيرة التي تهاجم المدمرة. بالتالي هنالك طبقات دفاعية هي التي تؤمن سلامة هذه المدمرة. والذي جرى بأن هذا الصاروخ لسبب ما تمكن من اختراق جميع الطبقات أو الطبقات الدفاعية الخاصة بهذه المدمرة، ووصل إلى الطبقة الدفاعية الأخيرة للفيلنكس CIWS الذي تحدثنا عنه، وأصبح هذا الصاروخ على بعد ميل واحد أي 1.6 كيلومتر فقط من هذه المدمرة. هذه تعتبر مسافة قريبة للغاية وخطيرة للغاية على هذه المدمرة. ولو تمكن هذا الصاروخ لسبب ما من تعدي هذه المنظومة الدفاعية فهذا يعني بأنه كان على وشك ضرب هذه المدمرة الأمريكية وتحقيق ضربة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق ضربة هائلة على هذه المدمرة. ولكن طبعا الخطة الدفاعية الأخير كما تحدثنا الآن وكما كان هو صادرا من CNN الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية قبلها بيوم بأن هذه المنظومة كانت حاضرة في التصدي لهذا الصاروخ. بالتالي لاحظ الخطورة الكبيرة لكل شيء يحدث في خليج عدن وفي البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي رغم كل الضغط الذي تعرضت له هذه الجماعة. ليس هذا فحسب، لأن الهجمات أيضا مستمرة حتى يومنا هذا. هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية نشرت اليوم بهذا الشكل بأن هنالك هجوما في البحر الأحمر على إحدى السفن هنا تحديدا بالقرب من الحديدة. ليس واضحا إذا ما هو صاروخ أو طائرة مسيرة وباتجاه أي سفينة بالضبط، لا زالت التفاصيل ليست واضحة، ولكن هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية أكدت أن هنالك هجوم فعلي بهذه المنطقة. هنالك حراك كبير من قبل الكونغرس الأمريكي هذه المرة، ليس فقط ضد جماعة الحوثي في اليمن، لا أبدا، بل الحراك هو للضغط على من يمكن جماعة الحوثي للقيام بكل هذه الهجمات الدقيقة للغاية إن كانت في خليج عدن وإن كانت في البحر الأحمر. وأتحدث هنا عن إيران تحديدا، فإن هنالك 62 من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين من نواب الكونغرس الأمريكي بشكل عام قاموا بإرسال رسالة انفردت بها جويش إنسايدر بهذا الشكل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وتحدثوا معه ببساطة بأن عليك تكليف إيران بعض المسؤولية، عليك تحميل إيران بعض المسؤولية، يجب أن تدفع ثمن إيران لكل ما يجري في هذه المنطقة، فكل الصواريخ والطائرات المسيرة والمعلومات الاستخبارية هي إيرانية ولكن الأدوات مختلفة ومن جنسيات مختلفة. لا بل إن الحرس الثوري الإيراني في الكثير من التقارير أوضحت بأنهم متواجدين أساسا في اليمن ويقومون بقيادة هذه العمليات من مقار موجودة في داخل اليمن وفي داخل صنعاء. وعلى هذا الأساس يجب عليك أن تضغط على إيران في مسألة النفط، ويجب تفعيل العقوبات على إيران من أجل تصعيب مسألة صادرات النفطية الإيرانية، وذلك لكي تخسر إيران شيئا، لكي تتعرض إلى الضغط، فإيران لا تشعر بالضغط أبدا. وهذه الرسالة جاءت في ظل أن الحملة الأمريكية المرتقبة على المنطقة إن كانت على العراق أو سوريا واحتمال ضئيل باتجاه إيران أصبحت مسألة إيران وضربها بعيدة للغاية. الحراك في الكونغرس الأمريكي يأتي لأن المصادر مثل ABC نيوز الأمريكية تحدثت بأن الاستهدافات المرتقبة قد تكون في الساعات القليلة القادمة ستأتي باتجاه الأصول الإيرانية خارج إيران وفي العراق أيضا وفي سوريا. وبالحديث عن الأصول الإيرانية هنا، ممكن أن تستهدف بهشاد الإيرانية، السفينة التي تعطي الكثير من المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي للقيام بكل الهجمات التي تقوم بها تحديدا في خليج عدن في هذه الفترة تحديدا منذ بدء العمليات العسكرية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا مدعومة من 4 دول. انتقلت السفينة إلى خليج عدن وبدأت تنفذ الكثير من العمليات الدقيقة للغاية. بالتالي هذه تعتبر من الأصول الإيرانية وممكن أن تستهدف، وإيران منتبهة لهذه المسألة. الأصول الإيرانية تعني قياداتها، يعني مقارها الموجودة في المنطقة، وليست فقط هذه السفينة، وإنما في سوريا والعراق أيضا. وإيران تحركت بسرعة
بحسب ما نشرته وكالة رويترز بشكل خاص للغاية قالت بأن إيران سحبت جميع مستشاريها وقياداتها من فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري الإيراني، قاموا بسحبهم من سوريا بسبب الضربات الإسرائيلية المستمرة وعمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل في دمشق وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى أن هنالك ضربات أمريكية انتقامية للانتقام للثلاث جنود الذين قتلوا في قاعدة الركبان في البرج 22 داخل المملكة الأردنية الهاشمية. بالتالي هم انتبهوا لهذه المسألة وقالوا بأن علينا الانسحاب وسحبوا قياداتهم بحسب طبعا رويترز. كذلك أن هنالك مسؤولا عراقيا صرح لسي بي اس نيوز الأمريكية بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا وفي العراق قاموا بإخلاء مقارهم أيضا للخلاص من أي ضربات انتقامية ناجحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا يجب أن ننتبه بأن هذه الضربات المرتقبة بحسب المصادر الأمريكية مثل سي بي اس أو اي بي سي نيوز الأمريكية قالت أن الأصول الإيرانية خارج إيران كما تحدثنا هي المستهدف، وأن معظم الضربات ستكون داخل سوريا، أي داخل سوريا هذه الضربات أكثر من أن تكون في الداخل العراقي. البعض قد يستغرب لماذا الولايات المتحدة أعطت كل هذه المعلومات والإعلانات الإعلامية التي جعلت في نهاية المطاف إيران أن تسحب كل قواتها، تنتشر بشكل مختلف، تخلي مقارها وغيرها وتسحب قادتها من المنطقة، على عكس الإدارة الأمريكية السابقة عندما اغتالت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020 دون سابق إنذار. هذه المسألة قد تفتح الكثير من النقاش طبعا بكل تأكيد، ولكن يجب أن ننتبه بأن عملية هذا الإعلان هي جعلت فعلا قيادات في فيلق القدس أن تخرج من مواقعها، وهذا طبعا يكشف عملية الانسحاب عادة وعملية الإبلاغ وتغيير المواقع وإخلاء المقار هي أيضا تكشف أين هؤلاء الموجودين من الحرس الثوري أو حتى من الفصائل في العراق أو في سوريا، يتتبعونهم ويقومون بتتبع طبيعة تحركاتهم إن كانت بالخروج من المنازل، من أي منزل يخرج، أي سيارة هي التي انتقل بها، وكذلك أي طائرة هي التي انتقل بها، وبالتالي ممكن أن تنتقل الطائرة إلى العراق أو تنتقل مثلا إلى إيران على سبيل المثال، في أي مطار ستهبط، في أي طريق ستتحرك، وفي أي منزل سيكون متواجدا، وهل سيكونون موجودين على شكل مجموعات أو على شكل مجموعة أو متفرقين في مناطق معينة. وبالتالي هي ستسهل أيضا عملية تتبع هذه العناصر للقيام باستهدافات خطيرة ودقيقة للغاية بدلا من أن تبقى كل هذه العناصر بمواقعها. بالتالي هذا يفتح باب بأن قد تكون العمليات الأمريكية بشكل واضح كبيرة وتبحث عن عمليات اغتيال دقيقة بسبب هذه التحركات وإخلاء هذه المقار بشكل عام. وكذلك أن هذه الليلة تحديدا هي تعتبر ليلة خطيرة للغاية، ومرجح أن تكون هذه الليلة أو الليلة القادمة أي يوم غد هي بداية العمليات العسكرية التي ستمتد لمدة أسابيع في العراق أو حتى في داخل سوريا. وقد نرى شيئا في الداخل الإيراني، لكن هذا الأمر ليس واضحا أو مؤكدا حتى هذه اللحظة لأسباب عديدة، بسبب أن يوم غد هو عطلة، عادة الموظفين هم في بيوتهم، هم بعيدين عن أماكن عملهم، وكذلك أماكن عملهم ممكن أن تكون قريبة من مقار خاصة تستهدفها أو تضعها الولايات المتحدة الأمريكية كهدف بالنسبة لها، وبالتالي لتفادي إصابات أو التفادي التعرض للمدنيين الموجودين في هذه المنطقة يجب أن يكون هو يوم عطلة، وبالتالي يحققون الاستهدافات التي يبحثون عنها. وأيضا هنالك ذكرى رمزية مهمة لهذا اليوم، والذكرى الرمزية هي أن اليوم هو الذكرى السنوية لوصول الخميني إلى إيران قادما من باريس الأول من فبراير كما تلاحظون من عام 1979. بالتالي قد تكون هذه كلها مؤشرات واضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبدأ هذه الليلة، خاصة وأن ضوءا أخضر كان قادما وواضحا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، واليوم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضا أعطى الضوء الأخضر للبدء بهذه العمليات العسكرية. ساعات من نار قادمة على المنطقة بأكمل